السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله تعالى في الفيديو ده هنتكلم إزاي نقرأ فايل، إزاي نعمل ريد فايل، إزاي نقرأ سطر معين، إزاي نعد النمبر أوف فورز الموجودة في الفايل ده. كل ده بإذن الله تعالى هنعرفه في الفيديو ده، وبإذن الله تبقى مدته قليلة. طبعا طبعا لا تنسونا من صلاح الدعاء بتاعكم، بيفرق جدا جدا جدا، وبرضه بتمنى لكم التوفيق طبعا إن شاء الله، والفيديو ده يبقى مفيد ليكم وتستفيدوا منه إن شاء الله تعالى. فأول حاجة تعالى نشوف مع بعض إزاي نقدر نفتح فايل. فهنقول فايل يساوي open، ندي قوسين ونقول له الباص اللي أنت عايز تخزن فيه الفايل ده، أو لو أنت عايز تخزن في نفس اللوكيشن بتاع الفايل بتاع الكود، فهتكتب بس زي ما أنا بعمل كده، تكتب اسم الفايل والامتداد بتاعه دوت تكست، خليها مثلا براكتس بايثون، ونحط مثلا ايه دبل اند، بحيث لو في فايل متكرر فانا ما فيش فايل عامله بدبل اند، واقول له كوما دبليو. دبليو معناها رايت، لو ار معناها ريد، يعني احنا حالا نشوف الريد هنلاقي معناها ار، نحط هنا ار، ودبليو معناها رايت يعني اكتب في الفايل. فهقول له بعد كده فايل دوت رايت اي حاجه انا عايزها، يعني اي سترنج انا عايز اعمله احطه هنا، وممكن احطه في متغير الاول. يعني مثلا اقول مثلا str واحد string واحد بيساوي I am create، يعني أنا اتكريت، تمام. فأحط مثلا file dot write string واحد وأدوس run. هو هنا بيرجع عدد الكاركترز، بس يعني دي مش موضوعنا، احنا موضوعنا ان احنا نفتح اللوكيشن نلاقي الفايل اتكريت. فتعالى نفتح اللوكيشن ده، الديسك توب بتاعي، فتعالى نعمل ريفريش بحيث الفايل الجديد هنسميناه براكتس بايثون دوت تكست، المفروض هو ده الفايل. ما تنساش تعمل ريفرش وحاول رن الكود مرة ثانية. تعالى نفتح هنلاقي الفايل اتكريت اي ام كريت، او التكست اتحط فيه. لو ما اتكريتش من اول مرة اعمل رن تاني، مش مشكلة. نيجي لو انا عايز اعمل ريد، يعني انا كتبت في الفايل ده انا عايز اعمل ريد، فهقول له فايل نفس السينتاكس، هقول له فايل بيساوي اوبن، بس خليها مثلا دي فايل ريد بيساوي اوبن وبراكتس بايثون تكست الفايل اللي انت عايز تقراه. بعد كده اقول له ار واقول له فايل ريد، في فانكشن جواه اسمها ريد، بس هو ده كل اللي هعمله، ودول هعمل عليهم كومنت، يعني خلاص الفايل موجود فانا مش هكريته تاني. فانا هفتح الفايل ده، ففتحت الفايل وقريت اللي فيه، لقيت اي ام كريت. بس هو ده كل اللي انا محتاج تعرفه في قبل ما نخش في المسائل، ازاي افتح الفايل، اعمل رايت الفايل، وازاي اريد فايل، بس هو كل ده اللي محتاجه. بعد كده رايت بايثون بروجرام تو ريد فيرست ان لاينز اوف ا فايل. لو انا عندي كذا سطر فانا عايز اقرا لحد لاين معين، يعني تعالى مثلا في الفايل اللي احنا كريتناه اللي هو براكتس بايثون ان ان ان، ونحط مثلا اسد، بعد كده اسد واحد، اسد اتنين، اسد تلاتة. انا عايز اقرا بس لحد اسد واحد اللي هو زيرو واحد اتنين، اللي هو سطر التالت، او لو زيرو اندكس سطر اتنين. فتعالى مع بعض نكتب بروجرام. اول حاجة هنعملها هنحدد الان، مثلا سواء الان دي من اليوزر، خليها من اليوزر مثلا، نقول له الان نمبر بتساوي الانبوت دي سمول انتر نمبر اوف لاينز، انتر نمبر اوف لاينز اللي انت عايز تقراه، تمام. بعد ما خدت النمبر ده في فانكشن اسمها برضو هنعمل ايه، هنعمل نفس الخطوتين دول، يعني هنقول له فايل ار اللي هي فايل ريد بتساوي اوبن، ونديه اسم الفايل بتاعنا اللي هو براكتس بايثون، وار اللي هي معناها ريد. وفي فانكشن اسمها، واول حاجه اخزن المتغير اللي هيرجع من القرايه في كونتنت مثلا، في فانكشن اسمها ريد لاينز، يعني فايل ار دوت ريد لاينز بيقرا كل السطور اللي موجوده، كل السطور اللي موجوده في الفايل بيقراها. فانا بس عايز اقرا لحد الـ n number. فتعال نشوف كده
نعملها مع بعض ازاي؟ يعني هنشوف طريقة دلوقتي، وهل هنشوف هل هتيجي ولا لا. فبإذن الله أتمنى هي تيجي، يعني كونتنت وأقول له من زيرو لحد النمبر اللي دخلته ناقص واحد، اعرض لي الكلام ده. انتر النمبر اوف لاينز احنا قلنا 3، ده انا طيب ايرور unsupported operated string and integer. لازم نحول يا شباب الرقم ده الانتجر 3، فطلع لنا ايام كرييتد بس ما طلعش الباقي. طب تعال نشوف مع بعض احنا عملنا سيف ولا احنا ما عملناش سيف. لازم نعمل سيف. براكتس بايثون، يس تمام. لازم نعمل سيف الكلام اللي احنا كتبناه، اللي هو سيف اللي هو اسد، واسد واحد ما تسيفش. فتعالى كده نعيد نكرر كود تاني 3. فدلوقتي طبع لي I am created بعد كده اسد، المفروض كمان يطبع اسد واحد. طب تعالى نشيل كده السالب واحد ناقص واحد 3، فكده طلع مظبوط. فخلاص انا هحط من زيرو لحد الان نمبر، هو اوريدي بياخد ان ناقص واحد، يعني مش محتاج تعمل ناقص واحد. ده معناه ايه يا شباب؟ هو طبع من سطر زيرو هنا، هو شغال بايثون يعني زيرو سنت زيرو اندكس، طبع من سطر زيرو اللي هو ام كريت لحد سطر 3. لو احنا خدناها 1 اندكس 1 2 3، لو خدناها زيرو اندكس اللي هي زيرو 1 2، فطبع لحد اسد واحد، وهو ده اللي انا محتاجه في المساله. نيجي المساله الثانيه دي، كده انا حليت المساله، شايفين زحله ازاي؟ رايت ا بايثون بروجرام تو ريد ا راندوم لاين اوف ا فايل. دلوقتي انا عايز اقرا سطر واحد بس السطر ده راندوم، يعني مش انا يعني كل مره بيتغير. فتعال الاول نشوف الراندوم نمبر ده كريته ازاي. راندوم نمبر يساوي في فانكشن اسمها راندوم، فهتستخدمها اسمها random dot rand integer، وبتاخد الرينج بتاعك. يعني انا عايز اكريت رقم من زيرو لحد مثلا العدد بتاع السطور. العدد بتاع السطور احنا لو جينا هنا، سيبك خلاص من المسألة، يعني مثلا او نعمل كومنتس على البرنت دي واوريك دلوقتي. لو انا عملت برنت الكونتنت هيبقى فيها ايه؟ ماشي 3. الكونتنت يا شباب انا عملت كومنت، عشان بس ما حدش يتلخبط بس خلاص. الكونتنت يا شباب بيبقى فيها بيرجع كل السطور اللي في الفايل، بس بيرجعها في ليست، بيرجعها في ليست. فانا لو عايز اعرف عدد السطور هو اللينس بتاع الليست او اللينس بتاع الاري اللي راجع ده، فاقول له كرييت لي راندوم نمبر من اللينس من زيرو لحد اللينس بتاع القرايه اللي هي الكونتنت. تمام، احنا بنكمل على المثال اللي فوق، بس ممكن نعمل خطوه يعني نكوبي السطرين دول بحيث يبقى كل مساله منفصله. هقول له اللينس اوف الكونتنت كرييت لي راندوم لاين، واقول له والله اعرض لي كمان الراندوم نمبر ده، يعني اعرضه. انا عايز بس السطر ده اللي اعرضه. فتعال نرن مع بعض. ده انا نيم ايرور، تعال نشوف ليه نيم ايرور. راندوم از نوت ديفايند. قبل ما تعمل الخطوه دي يا شباب لازم نعمل امبورت لراندوم، هي لايبرري موجوده في البايثون، فلازم نعمل لها امبورت. بعد كده قال لي ليست اندكس اوت اوف رينج، فعشان تحل المشكله دي كاريت رقم. يعني بص لو رنيت تاني رن، لان كل مره بيختار رقم مختلف عشان راندوم. فعشان تحل المشكله دي ان اندكس اوت اوف رينج، اقول له لينس اوف الكونتنت ناقص واحد، عشان اللينس اوف كونتنت هنا كام؟ هو شغال 1 اندكس 1 2 او 1 2 3 4 5، بس الفعلي 4 اللي هو بدا من 0 0 1 2 3 4، فعشان كده بقول له ناقص واحد اللي هي من 0 لحد 4. كده احنا حلينا المساله الثانيه. المسألة الثالثة بتقول لك write a program to take a text file and return the number of words. يعني هاخد التكست فايل اللي موجود
بس هاخده مثلا سطر سطر او كل اللي موجود وارجع النمبر اوف رولز. حلو جدا. في فانكشن اسمها سبليت، في فانكشن اسمها سبليت. هنا كمان عايزك تستخدم، يعني مثلا هنقرا الفايل، قرينا الفايل بتاعنا، عايزك كمان لو تسيبريت بتو سيبريتو اللي هما الكوما والسبيس، يعني عايزك تعمل سيبريت بالاتنين دول، الكوما والسبيس، يعني الكلمات لو بينهم كوما فهفصل بالكوما، لو بينهم سبيس هفصل بالسبيس. فتعالى نيجي مع بعض هنا، نستخدم الأول اللي هنستخدم الـ هنحط نقول له مثلا string واحد بيساوي الكونتنت بتاع أول سطر، يعني تعال نشتغل على سطر سطر أو أول سطر بس، أقول له print، أعمل لي print لل str واحد في أيام created، أنا عايز أفصل أيام عن created وأعدهم إن دول اتنين. ففي function اسمها split زي ما قلنا. فتعالى نعمل كده، هنرجع ال split array، نسمي list اسمها split array أو split list، بتحط فيها ال str واحد ال string اللي احنا عايزين نعمله split، نقول split ونديله separator، separator اللي هو ال space، ونقول له اطبع لنا والله ال split list. ففعلا قسمهم الاثنين ايام لوحديها وكريت لوحديها. طب لو انا عايز اللينس، هقول له اطبع لي برنت اللينس بتاع السبليت ليست دي، اللينس اوف السبليت ليست. كده انا طبعت اللينس اللي هو اتنين، كده انا فعلا شغال 100 100. لو انا بقى عايز، لو انا السترنج بتاعي مثلا في كوما، يعني مثلا انا جيت هنا I am created، رحت عملت كوما وحطيت مثلا أسد هنا، فأنا عايز برضو أسد لوحديها وكريت لوحديها وأيام لوحديها. فاللي هعمله هنا هحول حاجة لحاجة، يعني إيه هحول حاجة لحاجة؟ في فانكشن اسمها ريبليس، هحول السبيس لكوما أو الكوما لسبيس. تعالى نحول الكوما لسبيس، انا هعيدها تاني الخطوه دي. دلوقتي يا شباب انا عايز اعمل سيبريت باي الكوما والسبيس، فهحول حاجه يعني واحده للتانيه وافصل بواحده بس. السبريت بتاخد بس وان سيبريتور، ما ينفعش تاخد اكتر من، يعني السبريت جاست تيك وان سيبريتور، يعني ما تقدرش تاخد غير فصل واحد. فلازم الحل ايه؟ تعمل replace one to another separator، ان انا اغير واحد للتاني، اغير الكوما للسبيس او السبيس للكوما. فتعال نرن كده invalid syntax، هنا مفيش دوت سوري. زي ما احنا شايفين الحمد لله طبعها صح، يعني I am created اسد، ده الجملة اللي موجودة، فحط ايام لوحديها وكريت لوحديها واسد لوحديها، وقال لي العدد بتاعهم ثلاثة. طب انا لو قلنا عملنا العكس، حولنا السبيس للكوما وقلت له افصل لي بالكوما، فالحمد لله برضو ايه جابها صح. بس قبل ما جابها صح، تعالى دلوقتي اوريك انا طبع السبيس ليست، يعني انا اوريدي طبع السبيس ليست، بس انا عايز اوريك شكل السترينج بيبقى ازاي واحنا بنعمل الخطوة دي. فانا يعني اوريك شكل سترينج بحيث تبقى مدرك بيحصل ايه. انا شايف هو هنا شايل السبيس وحط الكوما، بعد كده عمل سيبريت بايه؟ بالكوما. تمام يا شباب، ده كانت نهاية فيديو النهاردة. لا تنسونا مصطلح الدعوة بتاعكم، بيفرق جدا 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 معانا، وطبعا بتمنى لكم التوفيق من كل قلبي والله، بالتوفيق جميعا، ولا تنسونا مصطلح الدعاء بالتوفيق، وإن شاء الله ننزل فيديوهات تانية وصلاح في الدنيا إن شاء الله. أتمنى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.